في فقرة الصحة، أعراض تلازم المريض ما بعد كورونا، التفاصيل مع ميريلا أبو خليل. لا يتخلص مريض الكورونا من الأعراض مع انتهائه من الفيروس، فله تتمة تظهر من خلال أعراض تلازم المريض ما بعد الكورونا. كثير مرضى عم بيجوا لعنا بعدهم عم بيعانوا من ضيقة نفس، وهالشيء هيدا عم بيكون ناتج عن عوارض جانبية للالتهاب على الرواية بشكل أساسي، بس كمان على القلب. على الرواية عم بيكون في أوقات تجلطات بشرايين الرية، أوقات عم بيكون في نشاف بالرواية، عم بياخد وقت كتير تيتحسن، وأوقات ما عم بيتحسن، بشكل أنه المريض بضل ضيق نفسه، بضل عم بيعوز أكسجين أوقات بالبيت حتى بعد ما يكون طلع الفيروس من جسمه وتعافى. زيت الشيء كمان للقلب، عم بيكون في ضعف بالعضلة، أوقات من وراء تجلطات بالشرايين، أوقات من وراء العضلة بس هيك بتصير ضعيفة، وبيضل هالشي هيدا يأثر على نفسه، يعبر الرواية مي ويحس حاله بحالة ضيقة نفس. مقارنة مع أمراض رئوية أخرى، الكورونا يترك آثاراً أكثر على الجسم، وعم نجرب نشوف شو الطرق لعلاجه. أوقات بيكون في حتى حالات تأزم للربو، عندي اللي كان عنده ربو سابقاً، كيف بدنا نعالج؟ أوقات نحتاج نعطي أدوية خاصة بنشاف الرئة، منستعملها بأمراض تانية ما خاصة بالكوفيد. عوارض تانية عم تجي مع اللون كوفيد هو ضعف بالعضلات، بيضل المريض ضعيف، ما عنده قدرة على المشي على الحركة مثل قبل، وحتى أوقات بيحس حاله هيك تعبين عطول، كئيب، عنده ضعف بالتركيز. ما هي الفترة الزمنية للأعراض هذه؟ بعد نحن ما بنعرف، عم نحس أنه 3-6 شهور على بعض المرضى يلي خلصوا وطلعوا من الإنعاش وبعدهم عم بيعانوا من هالعوارض. مثل ما بنعرف الكوفيد بعد ما صار له فترة طويلة لحتى نعرف على المزبوط قد بتاخد هالأمور لحتى تشفى كليا، وهل حيضل في عنده كمان مثل ما قلت عوارض جانبية. بقى المتابعة عم بتكون كتير مهمة، إجراء فحوصات بعد فترة معينة، إن كان فحص للتنفس، إن كان إعادة السكانر تبع الرئة، إن كان صورة صوتية للقلب، بتكون شغلة كتير مهمة. إذا قطع أسابيع وأشهر على ظهرته من المستشفى للمريض وبعده عم بيعاني من هالعوارض. إذن المتابعة مع الطبيب وإجراء الفحوصات الطبية ما بعد كوفيد ضرورة.